السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من The Legend of Zelda Breath of the Wild. كما خلينا لكم الحلقة اللي فاتت بعد السينماتيكة كبيرة في فيلاج كوريغو بحذاء لاربر ماجو. اليوم نمام ما باش نعملو الفوري، لكن ثم ابروف يزمنا نعملوه. بريف تول شيو اسمه بريف دو كوروغو. ثم ابارسا اللي كات سيكوندير اللي موجودين في القرية هذه، دونك باش نلعبوها هكا نورمالمون. لو بريف نتاع لو كوروغو باش نلعبوه الحلقة الجاية، بقات لازمنا حلقة كاملة وحده. الحلقة هذه باش نلعب باش نقدو لي تروا كات، نحاولو نحلوهم اللي موجودين سيكوندير الموجودين هوني. ابارسا ان شاء الله باش نلعبو دو زوز محاريب في نفس البقعة سهلين، نحاولو نكملوهم اليوم. بعد نرجع غدوة للفيلاج كوروغو ونعملو البريف دي كوروغو. هذا بس البريف. Préparer des épreuves tout spécialement pour toi. L'épée qui t'a retiré l'épée de légende. Bien sûr. Donc j'ai facile les épreuves dans le Kurugo. Épreuve numéro 1. L'épreuve du fer. Numéro 2, l'ouest-nord-ouest, épreuve de fleur. Numéro 3, l'épreuve du feu. Ok. Allez, il y a l'épreuve de saint. زرونا على موقع تريزرشارب.نجا، زرونا على قناة اليوتيوب وعلى الباج الفيسبوك. رحلتنا مع The Legend of Zelda Breath of the Wild متواصلة. إن شاء الله في الحلقة 100 باش نعملو حلقة سبيسيال. يمكن أطول حاليا يعني أطول سيري نتاع زلدا، وأطول سيري ديجا على القناة نتاعي. Petit rouge Huron. Coco, bien sûr que. Okay.
de Gimpia original. Na Village Cocorico. Champose dans les régions chaudes et pimentes des plats. Tu peux utiliser et mon bouclier quand tu veux. Quel truc rend plus résistant aux décharges électriques? Charge électrique. Non, mon hot. Je vous ça, donc qu'est-ce ça... que. Quel terroir rend plus résistant? Ah, quand, ok, déjà, très vite.
Aj, tam sta tiho ni zjada. شكونو هذا ريمي؟ هذا ريمي هو الأرنب، الأرنب الأزرق اللي نلقاه في كوكوريكو بعد الفيء، غوان في يحب يشوفو، وي بيان سي. يا فسختها، فسخت اخر مرة حديد فيلم سكريب ودي فسختها.
الزحي. حاول الحلو اللي كانت تاكلها. كلهم دي زبقوف عندهم لبقت. ايه ما نعطوش احنا برشا تو نمشيو، احنا نحاولوا تو نمشيو باش نعملوا دي سون كتير ساهلين، نحاولوا نعملوهم تويكا وبعد نرجعوا نعملوا البريف الكبير نتاع لي بريف نتاع لي كروغو. لحظه باش نطلعو القمة متاع جبل عالية برشا. التصوير متاع لرنا بزاف ضيعتها. عنا مدة على البقعة هذيا. لبسوا اللبسة متاع التسلق. شفت القمة متاع جبل عالي برشا. Hit!
Okay, fair. J'ai poussé ça, c'est ça. اللي مكان الصفراء زين انا اطلع فوق
بدأ يبرد، لبسوه اللبسة نتاع البرد. وش هذي؟ سانكتوير هوني، سانكتوير هذيك. هاي كم 4 ساعة كم فيها راديو سانكتوير هذوما، ونرجعو الفيلاج كروغو. يعني يلزمنا ثلاثة سانكتيروت أخرين ونلو ناخذ قلب العاشر. اسبري جملي. هذا هو السانكتوير، يقولوا مربوط بالسانكتوير الاخر، هما زوج سانكتوير توام. اذا ملي نشوفو هوني نحاول نطبقو في الاخر، ونشوفو في الاخر نطبقو في هذي. اي اوكي 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 اوكي, أوكي. شفتهم هذوما اذا ما اتفقوهم، اذا نصوروها. هاكا غاديكا 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 سوكا هادي. لا لا ونرجع نمشي ناخذ كل واحدة. Thank you.
تعرف تمشيو لداخل الروتا، هما زوج سانكتير جيميل، هما زوج سانكتير توأم اللي شفناه هوني زيد نطبقو في الاخر، هوني نشوفو في غدا نطبقو في الحكاية السهلة يعني، ما مش تاع القبة مش باش تهلك منها برشا حاجات. يولي على نقطة نتاع التقاط في النقطة نتاع تنقل فوق الجبل. قبل ما نعمل اي حاجة نمشي نصوره. هذيك تحط في الأولى، الأخرى في الوسط. نمشيو ناخذو ساعة الكنز، you
chauffe. Calme-toi. Non, le sanctuaire est tombé, tiens, on y va. Claude, je suis allé à la de Sherpon, je suis allé à la chaîne YouTube, à la page Facebook. Champion, on doit au carabin, on doit au cause de... Je ne sais pas si on a une téléportation, j'ai traduit que téléporter venu. Je ne sais pas si on a un point, donc on a un point. Deux autres.
أشوف ساعة المنطقة لا وصلنا لنهاية حلقتنا متاع اليوم بالسنتير هذا اللي كملناه عملنا دي سنتير عملنا شوية ريكاد مش واحد حلينا ريكاد في ليكوروغو ان شاء الله الحلقة الجاية باش نبداو في الابغاف تاع الكروغو سانكتير غادي سانكتير غادي برج غادي هذه شنو هذه انتيش عرفتي شنو هذيك صافا صافا كتير وشنو وان توكا طلنا حيوات راه ثم حتى شيء غاديك نكمل هكاك نكمل هذا
صح. زو سانكتيوريت باهي. توا نقول لكم نخليكم نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله. نتقابلوا في حلقه جاية. نقعدوا نعمل تصويرة. تساو إلى اللقاء. زرونا على الموقع تريد شارب فانجا وعلى قناة اليوتيوب إن شاء الله. فانجا.